السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بنت البلد. طبعا أنا طالعة النهاردة بدون ترتيب وبدون أي حاجة، ما كنتش عاملة استعداد خالص، ولكن احنا عشنا مأساة من يوم الاثنين الماضي. يعتبر البرولوس وبلطيم يعتبر على مستوى الجمهورية كلها مأساة غرق، هنقول مركب سيدنا الحسين. مركب سيدنا الحسين اللي كان بيمتلكه مجموعة من الإخوات والأهل في مدينة البرولوس. طبعا المركب غرق بيهم في يعتبر ما بين دمياط وما بين البرولوس، فيعتبر في دمياط. طبعا هنقول غرق إزاي، هي طبعا هي الكلام واحد إن هم طبعا كانوا بيجهزوا العشاء وقاعدين في أمانة الله، وطبعا كان معاهم أنبوبة غاز صغيرة، المهم بيولعوا، المهم الأنبوبة انفجرت ولعت في المركب، فيهم هم كانوا 9 أشخاص على المركب. الصدمة الكبيرة إن كان في 4 إخوات على سطح المركب، وده اللي وجعنا كلنا. أنا امبارح كنت في لايف في البيت هناك، وطبعا أنا جيت النهاردة مخصوص عشانهم، جاية مدينة الإنتاج النهاردة عشان أقول لهم إحنا معاكم قلبا وقالبا. وطبعا انا شفت حاله والدهم ووالدتهم، حاله لا يرثى لها، حاله ما تتوصفش، وجع قلب يوجع يعني قلب اي انسان في الدنيا. انا من امبارح للنهارده انا ما نمتش بسبب اللي انا شفته. طبعا الاب والام ما لهمش غير 4 اولاد، وطبعا بيفكرون بقصه سيدنا ايوب، ربنا يصبرهم كصبر ايوب، يعني ربنا ينزل عليهم صبر ايوب ويربط على قلوبهم. انا مهما اتكلمت مش عارفه هقول ايه، بجد مأساة صعبة صعبة بتوجع القلب. وطبعا هم 4 إخوات موجودين في البحر لحد دلوقتي، ومعاهم زوج أختهم كمان، ومعاهم ابن عمهم. 6 بيوت يعتبروا اتقفلوا. طبعا هي كلها أقدار ربنا سبحانه وتعالى، وكلنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، ولكن احنا طالبين بس ان احنا نساعدهم، نكون معاهم، عايزين كل اللي يقدر يساعد يساعد، عايزين صوتهم يوصل بقدر المستطاع عشان الناس دي على الاقل بيقول لك عايزين نشوف جثثهم، بس هم مش طالبين اكتر من كده. طبعا احنا معانا الاستاذ محمود ابن عمهم على الهواء مباشره، يعني معانا دلوقتي. الو. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمود، ازي حضرتك؟ انا طبعا كنت معاكم امبارح وجاي النهارده عشانكم، وبدعي لكم واحنا على الهوا ومصر كلها تبقى سمعانا، نقول ربنا يصبركم يا رب. يا رب يا رب. احنا عايزين نشوف طلباتكم ايه يا استاذ محمود، وطبعا احنا ان شاء الله صوتكم يوصل. اتفضل حضرتك. والله يا استاذه انت حضرتك كنت موجوده امبارح وشفتي، عارفه ان هم 4 اشقاء. ايوه تمام. اشقاء، وهم بس هم اللي موجودين. والدهم راجل تعبان، راجل ما بيشتغلش، هم اللي كانوا فاتحين بيوت. ايوه. يعني 3 بيوت واحد خاطب، يعني 3 متجوزين وواحد خاطب، والمتجوزين كل واحد ليهم ليه جزء ولاد. ايوه انا شفت المنظر فعلا امبارح. وبرده والخامس بتاعهم زوج اختهم، مش الخامس، زوج اختهم، الزوج أيوة الاخت. زوج اختهم برضه وليه جزء، تمام، جزء عيال. ايوه برضه. والسادس ابن خالتهم. ابن يعني خالتهم. كلهم عيلة واحدة، أو 4 من بيت واحد، 6. والاثنين التانيين برضه قريبين. اللي احنا عرفناه ان هم كانوا 9 على المركب. 9. وبعدين في ثلاثة. في ثلاثة يعني تم انقاذهم. الحمد لله تم انقاذهم بعد 21 ساعة في المية. ايوه تمام. ورابطين نفسهم في جراكن، الجراكن بتاعت المية. هم الثلاثة اللي كانوا رابطين نفسهم، لكن الـ6 التانيين اللي هم مفقودين دلوقتي. هما برضو كانوا رابطين نفسهم معاهم، بس من السقعه ومن الجو، لان طبعا الجو صعب والبحر والدنيا. ايوه البحر بالظبط. طب هل تم ابلاغ الجهات الرسميه بالكلام ده؟ هل تم بلاغ رسمي بالكلام ده؟ في بلاغ تم رسمي. وفي تحرك دلوقتي؟ في حد اتحرك دلوقتي؟ كان في تحرك امبارح من في جزء زوارق حربيين. ايوه تمام، كلام جميل. وفي برضه مجهودات موجودات من الاهالي. من الاهالي. الاهالي هم اللي كانوا بيدوروا امبارح، بس النهارده للاسف الجو وحش والبحر عالي، فما فيش حد، محدش عرف يطلع. انت هناك عندهم دلوقتي ولا موجود عند والدهم او والدتهم؟ انا بره موجود عند والدهم. والدهم والله حالته صعبه. ما فيش حد يقدر يكلمنا من يتكلم هناك؟ ولا ياكل ولا ما ينفعش والدهم يكلمنا او لا والدتهم؟ صعب والله. الوضع صعب. صعب والدهم. ممكن والدتهم. طيب ثواني كده. أنا معاك، أنا معاك، اتفضل.
والدته هي موجودة، موجودة معايا. طيب اتفضل. تمام. الحاجة اسمها ايه؟ ام ايه؟ الو. ايوه ايوه يا ست الكل، ايوه يا ست الحبايب، احنا كلنا ولادك ومصر كلها ولادك وكلنا قلبا وقالبا معاكي. انا جايه النهارده عشانكم، انا والله يعني سافرت النهارده وجيت بدون ترتيب القناه، مشكوره قناه الصحه والجمال بصراحه، يعني ما قصروش معايا، ومجرد ما سمعوا الخبر بصراحه فضوا لي وقت مخصوص عشانكم. فانا يعني عايزاكي، انا عايزاكي تقولي لنا، يعني الله يكون في عونك وربنا يصبر قلبك يا حبيبتي، طلباتك ايه يا ست الكل؟ طلباتي عايزة عيالي، طلباتي أنا عايزة عيالي يبروني، ربنا يصبر قلبك وان أنا شاء الله. عايزة عيالي يبروني، طب أدور على عيال وهاتهم لي، أنا عايزة عيالي، أنا عايزة عيالي يرجعوا لعيالهم، ميتين حياتي يجيبوا عيالي، أنا عايزة عيالي يا قبري، عايزة عيالي. ربنا يصبر قلبك يا رب، وانا مش عارفه اقول لك ايه، ربنا معاكي. أنا عايزة عيالي يا حبيبتي، قبري. حبيبتي يا غاليه عليا، والله انت غاليه علينا كلنا، ومصر كلها ولادك وكلنا ولادك، وانا العيال شايفه بيصرفوا، الناس كلها معاكي. العيال بيصرفوا على بعضهم والله، النهارده بيقولوا عايزين بابا، ربنا عايزين بابا. يصبركم وان شاء الله ربنا يطمن قلوبكم يا رب، يا رب ويخرجهم كده من يا ظلمات رب البحر يا رب. يا رب، انا عايز عيالي يا رب، ربنا انا عايز يربط على عيالي، قلبك، ربنا يربط على قلبك حبيبتي، عايزين حبيبتي يا غالي عيالي، بس عليا. مش عايزين من الدنيا الا عيالي، عيالي حي ميتين تجيبوا عيالي، طيب تجيبوا عيالي. ربنا يصبر قلبك يا رب، واحنا نتمنى ان احنا شايفين ان في جهات اتحركت النهارده، يا رب وان شاء الله ربنا يا رب يطمن قلبك ويربط على قلبك يا رب. احنا يا كلنا رب معاكي كلنا والله، الناس كلها مجرد ما سمعوا النهارده الناس كلها يعني بيدعوا لك انت ووالدهم، ان ربنا يربط على قلوبكم يا رب، وان شاء الله هيكون في تواصل بيننا وبين حضرتك تاني. شاء الله ان اتفضلي، شاء الله اتفضلي يا ست الكل، اتفضلي يا ست الحبايب، الله يصبرك. احنا ما لا نملك الا الدعاء طبعا. احنا معانا في فيديو صغير كده لامه، هقول انا مش عارفه بصراحه، الوضع صعب، يعني اي حد في الدنيا هيشوف الوضع بنفسه صدقوني هتلاقوا، انا واثقه ان شباب مصر كلها تنزل تدور عليهم. يعني احنا النهارده في قوات بحريه نزلت، واحنا نتمنى، والاهالي نزلوا بغواصات، واحنا نتمنى عشان خاطر الام والاب اللي هم موجوعين وقلوبنا موجوعه عليهم، ربنا يصبر قلوبهم يا رب، ربنا يصبر قلوبهم. احنا معانا فيديو، معانا فيديو دلوقتي هنذيعه. الأربعة ما عنديش غيره وجزبتي وابن خالتي، أنا عايز راسي كبرية هم، وأنا راجل مرايب مركب دور على ولادي، ناس ولادي ما عنديش غيره وثبتي. انا استانس من ام السيس يطلعوا خير من البحر، انا ما عنديش الا ام، ما عنديش الا ام على البحر، ده تاو وجوز اختهم وامي خالته. ارجوك يا ريس تطلعوا عيالي، الله يا ما عنديش الا ام، والاب تعبان ما عنديش الا امي، ارجوك يا ريس تطلعوا عيالي من البحر، الله على يا الحي ما تنعتهم لي، أرجوك يا رايد، أرجوك يا رايد. أنا عايزة جوزي، أختي سابتنا في الإيجار، ما عنديش بيت. ساعات بنتك يا مناصر. أعمل إيه؟ وعايزة تلف الناس، رجالتنا كلها حرام عليكم، حرام عليكم، الله ربنا يسامحكم. احنا طبعا احنا شفنا المأساة وشفنا الأهالي والمعاناة والوجع القلب اللي هم فيه. أنا من امبارح من ساعة ما عملت اللايف ده وبعد ما طلبوني، انا بصراحه يعني معتبر ما نمتش، انا بجد بعذر يعني الام والاب، الاب مريض يعني اب عاجز،
كان متكئه الوحيد في الحياة هما الأربع أولاد. تخيلوا أب يفقد أربع أولاد في لحظة واحدة وفي يوم واحد، يعني بجد يعني صبر أيوب، ما نقدرش نقول غير كده. ربنا ينزل عليه صبر أيوب وعلى والدتهم. والدتهم أحس إنها مغيبة، هي لسه مش مستوعبة، مش مستوعبة ولادها الأربعة فقدتهم في لحظة واحدة، رجالتها سندها ظهرها. إحنا مجرد ما بيبقى عيل تعبان أو ولد ابننا تعبان أو بنت تعبانة، شوفوا إحنا بنعمل إيه، إحنا ممكن نقلب الدنيا يعني. فمحالة يعني، محالة دي أم يعني. إحنا كل اللي إحنا عايزينه الناس كلها، إحنا شايفة أهل البرولس وبلطيم يعني. أنا شفت البيت هناك مفتوح امبارح طول الليل والنهار، بيقولك مش هيتقفل، الأهالي موجودين، مش هندخل بيوتنا إلا أما يجوا قدامنا لو جثث. يعني ربنا يصبر قلوبهم، إحنا كلنا قلوبهم يعني، قلوبنا معاهم. قناة الصحة والجمال بتقدم لهم يعني كل التقدير. بصراحة أنا بشكرهم النهاردة على وقفتهم معايا برغم الضغوط وبرغم العمل اللي هم فيه، إلا إنهم حاولوا يفضوا لي الوقت ده عشان نقدر نوصل رسالتنا ونقدر نقول للأهالي دولت إحنا معاكم، إحنا معاكم، إحنا معاكم قلبا وقالبا. الله يكون في عونكم ويصبركم يا رب. وإن شاء الله إحنا شايفين تحرك من الجهات الأمنية والقوات البحرية والأهالي البرولوس، نزلوا باللانشات ومحدش إن شاء الله يسيبكم. وكل أهالي بلطيم وكل أهالي البرولوس يعني عاملين طبعا هاشتاج على السوشيال ميديا يعني. بجد إحنا مش عارفين، إحنا كل اللي في إيدينا يا ريت لو بإيدنا حاجة أكتر من كده إحنا هنعملها ونقدمها لكم، وده أقل حاجة أقدر إن أنا النهاردة بنت البلد تقدر تقدمها لكم من خلال البرنامج بتاعي. وإحنا كلنا معاكم، إحنا كلنا معاكم وقلبنا موجوع عليكم. ومش عارفة أقول لكم إيه، مش عارفة أقول غير إن ربنا يصبرك يا ست الكل. إحنا كلنا ولادك وكلنا بناتك وكلنا معاكي، وبنقول ربنا يربط على قلبك يا رب العالمين. وأنا بشكر السادة المشاهدين، وأتمنى إن إحنا كلنا ندعم الناس دي ونقف معاهم وقفة ولاد البلد. وباسم بنت البلد انا بقدم لكم كل الدعم والمسانده بعد ربنا طبعا، تحت قياده ناجحه، قياده يعني احنا ما نقدرش نقول غير هو الاب والانسان، وعشمنا فيه كبير قوي ان هو دايما صاحب المهام الصعبه، هو السيد الاب الانسان الرئيس السيسي. احنا كلنا بندعمه وبنتمنى يدعمنا في قضيه ولادنا، ويراعي بس احنا عايزين نراعي ظروف الاب ده لانه اب عاجز مريض، عايزين بس يعني نظرة بقى من الدولة له. احنا عايزين اب فقد ولاده، في ست بيوت مفتوحة دلوقتي صبوا في البيت ده، عايزين بس احنا ندعم الراجل ده، وعايزين كلنا نكون معاه. واحنا طبعا ان شاء الله يعني على امل ان ربنا يطمن قلوبنا وكلنا معاكم، وربنا يصبركم يا رب ويخرجهم. في اخر الحلقة هحب اختمها بالدعاء، اللهم اخرجهم من ظلمات البحر كما أخرجت سيدنا يونس من قلب الحوت أو من بطن الحوت. أنا مش قادرة يعني، يمكن أنا من امبارح بحاول أجمع. فأتمنى يعني تكون حلقة موفقة وتكون رسالتنا وصلت، وأتمنى أن احنا ربنا يعني احنا أمنا في ربنا كبير قبل أي شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.